وهلأ في الجزء الثاني راح نكمل كيف نعمل بروتوفوليو خاص فينا أو معرض أعمال خاص فينا. الآن زي ما أنتم شايفين هنا، لو بدي أروح على الصفحة العامة، هي الصفحة العامة، بستنى بس يعمل تحميل علشان يكتمل عندي الملف تبعي. فلازم أكون في عندي بروتفوليو. شو هو هذا يعني؟ معناها معرض الأعمال، يعني لازم يكون عندك اوريدي معرض أعمال علشان الكلاينت يوثقوا فيكي ويقدروا إنهم يشغلوكم من خلاله. فخلونا نضغط هان وأورجيكم كيف ممكن نضيف معرض أعمال لإلنا. كنت لحظة، عفوا، لازم تدخلوا باسوردكم في كل خطوة بتعملوها علشان الأمان. هذا كله شرحناه قبل شوية، صح ولا لا؟ الآن بدنا تدرجوا كل اللينكات اللي متعلقة في أكونتاتكم، يعني على الأقل على الأقل على الأقل لازم يكون في عندكم حسابين، يعني حسابات على موقعين مينيموم، على موقعين من هاي المواقع. فأنا راح أجيب لينك تبع حساب تويتر وجيت هاب وستاك أوفر فلو ودريبل، بس هدول المواقع اللي عندي فيهم، وراح أدرجهم قدامكم الآن. خلوني أجيب اللينك بالأول. تمام، قدرت إني أجيب التويتر والستاك أوفر فلو، هذه الحسابات اللي عندي. حكينا تمام بدنا نخليها على قد هدول، لأنه هدول الاحتمال يكونوا موجودين عندكم كلكم. بعد هيك خليني أورجيكم كمان بعض الأمور اللي هنا قبل ما نتأكد. هنا بحكي لك إنه كيف طرق الدفع، يعني بإيش كيف بدك إياه يدفع. مثلا بنضغطوا هان، في عندكم بيبال أو بايونير أو طبعا هدول للناس اللي عندها فيزا كارد. يعني لو عندكم فيزا كارد بتضغطوا على سيت أب، تضغطوا على continue أكيد، وبعدين تدرجوا تليفونكم. هذا لو كان في عندكم بيبال. طبعا أنا ما بدي أدخل هذه البيانات هلأ، بس المفروض كلكم تدخلوها. يعني الإشي اللي كتير بدقق عليه اللي هو Upwork، إنه لازم يكون في عندكم paying method. تمام، هنا الديفولت تيم لو كنتوا بتشتغلوا مع فريق، فمين هو فريقكم الافتراضي. بعدين كونكتد سيرفيسز مع شو؟ طبعا انا رابطه مع حساب جوجل. لو انتوا عندكم اجهزة ماك او ايباد او ايفون، فانكم تقدروا تعملوا مع ابل. I guess I have account، بس ما بدنا نحطه هان. كمان هنا عندك الاوثنتيكيشن اوبشن اللي هي تسجيل الدخول. بدكم انه يبعث لكم مباشرة من عن طريق الابليكيشن الكود. لو حطينا خليني اورجيكم شو راح نعمل. المفروض انه نعمل مبدئيا سكان من التليفون، هين بدي اجيبه. وهلأ بدي اورجيكم شغلة علشان تقدروا تشوفوا شاشة التليفون من خلال شاشة اللابتوب أو الكمبيوتر، بس بتروحوا بتضغطوا وبتكتبوا كلمة فايزر وبتنزلوا. طبعا أنا بدي أنتظر ينزل علشان بدي أورجيكم كيف لما أعمل سكانينج على اللابتوب كيف رح يظهر. بمجرد ما ينزل عطول رح نستأنف. طيب لبال ما ينزل الفايزر، شوفوا في الموبايل أب برومبت بدنا نعملها أون ونعمل نيكست علشان على طول يعني يروح ويرسل لي مباشرة على التليفون. أيضا بدنا نعمل ريسنت نشوف. بحكي لكم على الأقل على الأقل بدكم تستنوا نص دقيقة أو تلت دقيقة علشان يعني توصلكم الرسالة. بعد هيك لو في خلل بتبعتوا بتعملوا ريسنت إنه يرسل لكم الرسالة كمان مرة. طيب على ما يرسل الرسالة كمان مرة، تكست مسج لو بدكم اياها توصل على هيئة مسج، بدكم تكتبوا هنا تليفونكم. خليني اكتبه بالاول. تمام، فعلت انه يرسل لي على التليفون مسج وهيو ارسل لي اياها، وكله كله كله هي متاح طبعا بالنسبة للسيكوريتي.
علشان هيك أنا هيك مطمنة تقريبا على الأكونت تبعي إنه ما حد بيقدر يخترقه، ولو حد حاول يخترقه لأنه في كتير بتصير سرقات حسابات، على طول أبورك بيتصرف معه. بحكي لك إنه بدك النوتيفيكيشن تظهر، يفضل إنها تظهر في كل الأكتيفيتيز، وفعلوا خيار إنه يطلع صوت عند ما يظهر لكم أي نوتيفيكيشن ان سند وين اوف لاين اور، هذا خليه كله فعال. only just I posted jobs my time and I posted، هذا لو كنتوا تيم، انه my team عفوا، انه انتوا والتيم تفعلوه مع بعض، انه حتى لو انت او لو التيم نشر اي شغله يكون مفعل عندك او يبين لك او يظهر لك نوتيفيكيشن. فتأكدوا انه كل هاي الاختيارات مفعلة واموركم تمام 100%. نيجي بالنسبة للبيمنت، زي ما قلنا بالنسبة للبيمنت بدكم تضيفوا الميثود اللي بدكم من خلالها تستلموا الفلوس يا جماعة، وهذا الاشي بيرجع لكم، يعني مش راح احط هنا الرقم بالحساب تبعي ابدا. بعدين ايش كمان ضايل اورجيكم؟ لو بدي اضغط هان على find work طلع كيف. هنا بيحكي لي انه علشان بالاول تقدم لوظيفة، هنا صار حسابكم complete 90%، ضايل تضيفوا كمان experience عشان تقدروا تعلوه لكمان 5%. فانا بدي اضغط على add other experience، الخبرات تبعتكم. ايش في عندكم كمان خبرات بتقدروا تضيفوها؟ طبعا انا الاشياء اللي عندي ان انا اندرويد ديفلوبر، تمام. I worked عفوا as an android عفوا developer at cost او ويد عفوا ويد يا for months. good, very good. In Java. Flutter. Dart. تمام. بدنا نعمل save. هيك أنا ضفيت كمان experience لإلي. الآن لازم يكون في عندكم معرض أعمال اللي هي البورتفوليو. فكيف بدكم تضيفوا بورتفوليو؟ هنا بتعملوا على الزائد، طبعا أنا ضفت هذا، وهنا بتضيفوا إيش الأعمال تبعيتكم. خلوني أورجيكم كيف الأشياء اللي ممكن تضيفوها. تمام، الآن بدي أورجيكم شغلة أنا عملتها، هذه عملناها على الإلستريتور، هي بزنس كارد. فهذه بدي أضيفها زي فكرة بورتفوليو لإلي، إنه والله هي واحدة من الأعمال اللي أنا عملتها. فهنا بدي أكتب له إنه بزنس كارد، أنا عمالي هيني بقدم لكم بزنس كارد لمتجر حلويات. هاي هون هي بزنس كارد فور أ سويت شوب، طبعا كتب لي إياها. فرحت هان وكتبت لها التايتل تبعها. الآن هذا عبارة عن إيش؟ عن جرافيك ديزاين، فبدأ أضغط عليها. متى أنتوا عملتوها؟ هذا أوبشنال، يعني اختياري، أنتوا أحرار متى تعملوها. أنا صدقا عملتها في تقريبا 1/12، يعني أنا هيك حطيتها 1/12/2021. الآن go to select تمبلت، عشان تختاروا التمبلت تبعكم بدي اخليه انا كلاسيك بالنسبة لي، طبعا الاشي بيرجع لكم انتو. الان هاي الاشياء كتير مهم انكم تعرفوها، علشان تضيفوا ديسكريبشن لهذا البروجكت لازم تكونوا عارفين انه ايش الهدف من هذا البروجكت.
بعطوه شوية ديتيلز أو تفاصيل عنه، وإيش نبذة قصيرة عن نجاح هذا الديزاين كديزاين. نبدأ أكتب لكم بعض الأشياء، بس بالأول خلينا نكمل هذا كله وبعدين أورجيكم كيف كتبنا. رحنا على براوس عشان نجيب الفايل تبعنا، وبعدين هيها سيبتها أنا هنا. طبعا المفروض تسموها أسماء صح، يعني مثلا أورجيكم كيف هيها هان مثلا على ما يفتح هيها. بدي أحكي له إنه هي عندي هنا وموجودة في ملف اسمه مكني، بدل ما اسمها حرف الأم بهاي الطريقة اللي مش صح، بدي أروح أكتب له مثلا بزنس كارد. فبدي أعمل رينيم، أكتب له إنه اسمها والله بزنس كارد، بعدين أرجع للويب سايت هذا أعملها درف إنه ما بدي إياها، بعدين أعمل براوس واروح هي اسمها بزنس كارد، بعد بعملها اوبن انه هلا هي حمل اياها. تمام، السكيلز هذا اشي بيرجع لكم، هو اوبشنال زي ما انتم شايفين اوبشنال. الستريتور هي عن طريق الادب الستريتور، هي عبارة عن بزنس كارد، فهينا بكتب بزنس كارد. شوفوا كيف هي بدأ يقترح لي هاي بزنس كارد. او كمان احنا عملنا اللوجو اللي هو انا عملت اللوجو لوحده، فهي ثلاث اشياء عادي. الان المفروض انكم هو واللازم انكم تضيفوا ديسكريبشن لهذا البروجكت. هلا بحكي لك يور كلاينتس جول فور ذا بروجكت، ايش الاهداف. فبنحكي له بالاول بطاقة عمل خاصة لمتجر حلويات، تم تصميم اللوجو والبزنس كارد هذه بعناية شديدة بحيث تحمل البساطة والتميز في التصميم. كان هدفنا الرئيسي أن يستطيع أي شخص فهم طبيعة عمل الشركة من خلال اللوجو. البزنس كارد صممت بطريقة بألوان لطيفة وتتناسب مع وظيفة المتجر. الآن إيش بحكي لك كمان إنه summary of project، هنا بدكم تكتبوا له كيف نجحت إنه عنده رفع التصميم على موقع بيهانس، حصد مشاهدات جيدة، وأيضا انتشر بشكل واسع على فيسبوك وحاز إعجاب فئة كبيرة من الجمهور. طبعا بمصداقية بدكم تكتبوا. نروح نعمل كوبي نتأكد من اللغة تاعيتنا. تمام، نروح نعمل بيست هنا بهذا الشكل، هيك بنتأكد انه كله تمام. تمام، لا شو يعني انتر كابشن؟ اعتقد احنا راح نحتاجه. تمام، خلينا نعمل جو تو بريفيو. الآن بحكي لك إنه بده ديتيلز، شو يعني بدك ديتيلز؟ طيب نروح نعمل له ببلش، خلاص ينتشر يعني هيك. إحنا خليناه ينتشر بهذا الشكل، صار عندكم. نبدأ أروح أفايند وورك.
عم بحكي لك. لاحظوا انه اختفت النسبة اللي كانت هون. لهيك خلونا اورجيكم كيف تقدروا تقدموا لوظيفة. زي ما انتم شايفين هاي الوظيفة قدامكم بالترجمة بحكي لك انه remake all these thumbnails on this channel، يعني هذا قناة اليوتيوب تبعيته، بده واحد يشتغل اياها من اول وجديد، يعمل بعض الامور هذه كلها. What's up Wolfpack, welcome back. هيو حكي لكم انه $5 بيبدأ، وكتب لكم بعض الكلام هان. الان بتقدروا تعملوا submit proposal، يعني انكم تقدروا تقدموا العرض وتأكدوه، او انكم بتسيفوا الجوب تبعيتكم. تمام، مقيم هذا الكلاينت من حيث الدفع تقريبا 4.25 نجم، يعني ممتاز، يعني كتير منيح. اذا بدك تشير هذا الجوب بتعمل كابي لينك لإلها وبتشيره مع بتشيره مع الاشخاص اللي حابب. مثلا بدنا نعمل سبميت بيرسونال، عفوا بروبوزل، مش تمركز شوي كلوز. الان ايش صار؟ الان بهاي الطريقه بحكي لك انه هاي الجوب ديتيلز، بده هو جرافيك ديزاين، بده واحد يعمل له هذه الامور كلها. بدك تشوف هاي الجوب ديتيلز كلها هان، وخلص انت عملت هيك سبميت لل بروبوزل تبعك. انت في انتظار انه هو يرد عليك، بدكم تتابعوا اول نوتيفيكيشنز. تمام، هيك هذا بالنسبة لحساب أو هذا بالنسبة لموقع أبورك وكيف إنكم تشتغلوا عليه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا وأموركم كلها منيحة وتمام. طبعا زي ما أنتم متأكدين، طول ما إنه اختفت النسبة اللي قبل شوي كنا نشوفها من هنا، معنى الكلام إنه أمور بروفايلكم هيك ممتازة، ودوسوا في أي شغل بدكم إياه، وتأكدوا زي ما حكينا من معايير الجودة ومن معايير المصداقية اللي أنتم أدرجتوها في حسابكم. يعطيكم ألف عافية.